أهلا بكم. يعد توفير الطاقة أمرا حيويا لتفادي مخاطر النقص والارتفاعات الشديدة في الأسعار في أوروبا، إلا أن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الاتحاد الأوروبي قد يواجه نقصا بمقدار 30 مليار متر مكعب في الغاز خلال العام المقبل إذا خفضت روسيا وارداتها إلى القارة العجوز. كانت المفوضية الأوروبية قد أكدت تخزين ما يكفي من الغاز لهذا الشتاء، إلا أن رئيسة المفوضية أورسولا فوندرلاين أشارت إلى الحاجة لمراجعة ميزانية الاتحاد الأوروبي والنظر في إطلاق صندوق جديد لاستثمارات الطاقة للتخلي عن الغاز الروسي. وتراجعت أسعار الطاقة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، إذ انخفضت أسعار الغاز الطبيعي إلى نحو 135 يورو لكل ميجاوات في الساعة بعد أن بلغت 350 يورو في أغسطس الماضي. كما تراجعت أسعار الكهرباء في أوروبا بأكثر من النصف في نفس الفترة، فيما تراجع استهلاك الطاقة بشكل كبير بفضل فصل الخريف الأكثر دفئاً هذا العام. وحتى الآن تعتبر أسعار الغاز والطاقة مرتفعة للغاية مقارنة بالمعدلات التي وصلت إليها عبر التاريخ رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته، فإن الغاز أصبح اليوم أغلى بسبع مرات مما كان عليه في الفترة الممتدة بين 2000 و2020، وتعتبر أسعار الكهرباء أعلى بعشر مرات. سيناريوهات عدة وضعت من أجل تحسب أحداث الفترة القادمة، خاصة خلال موسم الشتاء الجاري. تضمن المخيف منها والذي يسميه المتخصصون في مجال الطاقة في ألمانيا الركود المظلم، وهو غياب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وارتفاع الطلب على مصادر الطاقة بسبب درجات الحرارة المنخفضة، حيث يحذر خبراء الأرصاد الجوية باحتمال حدوث ذلك في وقت قريب. فستقع المنطقة في ورطة، ومن المرجح أن يطلب مشغلو الشبكة من المستهلكين خفض طلبهم لتجنب انقطاع التيار الكهربائي. ومع استمرار التفاوض بشأن وضع سقف لأسعار الغاز الروسي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن رد موسكو على فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الروسي سيصدر خلال الأيام المقبلة بموجب مرسوم رئاسي. كانت عقوبات النفط الغربية قد دخلت حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر الجاري، حيث توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، بالإضافة إلى فرض دول مجموعة السبع حدا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل. إذن مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا حول آخر تطورات أزمة الطاقة الأوروبية مع روسيا. أشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.